مرحبا بمشاهدينا الكرام في هذا العدد من حصتكم أرشديني، فضاءكم الاجتماعي لطرح انشغالاتكم واستفساراتكم الاجتماعية والنفسية. نذهب إلى المتصل أو المتصلة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي، مرحبا. آدم من وهران. مرحبا بك آدم بكل سكان وهران. أستاذة، عندي لك واحد الانشغال ماذا بيا ترشديني وتنصحيني بنصائحك المعتادة. تفضل تفضل أخي. نعم أستاذ، أنا طالب جامعي ما شاء الله، صغير في السن. كل ما نكون في المجتمع ولا مع الرفقاء يبعثوا فيا هذيك السلبية. نعم. السلبية تاع الدراسة وعدم إكمال الدراسة مثلا. بالعامية مثلا كما نكونوا قاعدين مع أصحابنا وجيراننا وفاميليا وحبابنا، نقول لهم باللي يشوفوني طالب جامعي ومجتهد ونبغي نقرا، يقول لك شدي في القراية هذه، شدي بها في المستقبل، ما عندك ما تقرا. حتى أني خممت أني حتى نحبس الدراسة ونشوف يعني نلتجئ إلى العمل ولا مجتمع مادي بطبعه. يعني للأسف. والله ماذا بك تنصحيني وترشديني، راني في سلبية مع المجتمع هذا، يا المجتمع هذا يا باش يشجعك وكاع يبغي غير يبعث فيك سلبية، يبعث فيك التشاؤم والتنمر. ثم على هذا الشيء اللي بغيت من الأستاذة حضرتك أنك تفيدينا وترشدينا بنصائحك المعتادة، وبارك الله فيك. فيك البركة، استمع للإجابة أخي الكريم، شكرا على اتصالك وعلى ثقتك. الأخ، السلام عليكم. نعم. شكرا شكرا، بسلامة أخويا. الأخ آدم من وهران يعني راه يطرح مشكل يعانوا منه الكثير من شبابنا سواء رجال أو نساء، وهو أنه يكون احتكاكهم بناس سلبيين، يعني يحبطون من عزائمهم، يحبطون من إرادتهم. قال آدم: أنا طالب جامعي أدرس، كل ما نلتقي بأصدقاء أو بيعني ناس من العائلة ومحيطين به يقولوا له لماذا تدرس، يعني لا تستفيد من الدراسة، يتكلموا على المستقبل، يعني عندهم أحكام مسبقة على المستقبل، عندهم صورة نمطية على أنه بالدراسة لا يحقق طموحاته وأهدافه. أنا نقول لك ليك آدم ومن خلالك كل الشباب الطموح، يعني إياكم وإياكم من إحباط العزائم، إياكم من السلبيين الذين دائما يكونون عائق في سبيل نجاحكم أنتم، لأنه دائما من يوزع الطاقة السلبية هو إنسان أكيد أنه هو شعر بالفشل واليأس، يقوم بإسقاط هذا الإحساس والمشاعر السلبية الخاطئة والأفكار الوهمية في الآخرين، هي آلية دفاع يعني يستعملوا بها أنهم يسقطون ما يشعرون به، يسقطون فشلهم في الآخرين. يعني هنا نقول ليك آدم ومن خلالك كل الشباب أنه على الإنسان أن يحدد أهداف على المدى القصير المتوسط والبعيد، علينا أن نضع استراتيجية محكمة. أكيد أنه في الحياة وعبر كل محطات الحياة سواء المهنية والشخصية والدراسية هنالك بعد كل محطة يعني هنالك عراقيل، هنالك مطبات، هنالك صعاب، لكن الأجدر والأنجع من يتعدى هذا المطب إلى مرحلة أخرى. نعم، لا يجب أن نيأس من أول فشل، لا يجب أن نيأس من أول انتكاسة، بالعكس يجب أن تكون أخطائنا هي الحافز لأن ننجح. انت الان راك شاب راك تدرس، يعني راه عندك هدف معين انك تكمل دراستك. مجرد تفكيرك ادم في انك تتوقف على الدراسه يعني هو هذا ياس مسبق، هذه احكام مسبقه، هذه افكار سلبيه لمستقبلك. انت راك تدرس، لماذا راك تكون هنا عندك صوره نمطيه على انه ما بعد الدراسه يكون يعني لا تحقق طموحاتك؟ هذا كله لانك تاثرت بافكار وهميه خاطئه. نعاود نقول لشبابنا كل واحد يحدد هدفه، اللي راهو في الجامعة، اللي راهو في التكوين المهني، يعني المجال الدراسي أو التكويني جد مهم في مسار أي شاب. يعني لم توفق في الدراسة في الوصول إلى دراسات عليا، هنالك مهن وحرف تمكنك أنك تزاول، وهذا حسب يعني خصائصك حسب قدراتك. هنا لكي يكون هنالك توافق مهني بينك وبين المهنة التي ترغب فيها، أو بينك وبين بين التخصص الذي تود دراسته في الجامعة وفي المؤسسة التكوينية. إذن هذا الشاب اللي راهو عنده هدف مثل آدم أنه يكمل دراسته، آدم أنت الآن لازم تركز على دراستك. أي شاب يركز على التكوين، ركز على هذه المرحلة راك الآن فيها، تنظر لها بنظرة إيجابية. إذن المرحلة التي تليها هنا نبدأ نفكر
بالإيجاب أقول لتحقيق أهدافي على المدى القصير. نقول أنا بعدما أنتهي من شهادة الليسانس أو بعد أتحصل على شهادة تكوين أو أي مجال، الآن ماذا يأتي؟ يأتي مشوار البحث عن العمل، يأتي مشوار مثلا اختيار مشروع معين، هنالك فرص مثلا حبيت المقاولاتية أو حبيت تعمل في مجال خاص أو حبيت تواصل دراسات عليا أكثر أو حبيت مثلا تعمل بالليسانس في مجال تخصصك. الآن أنت وضع أهداف على المدى القصير، حتى إذا وجدت ليس من السهل أنك يعني تحقق طموحك ما تفشلش من أول محطة. هذا الخطأ اللي يرتكبوه الشباب، لأنه أنت اللي حكاولك أكيد يا أخي آدم، أنه اللي حكاولك على أنه اللي يقرأ وش دار هذه المفاهيم الخاطئة اللي للأسف الشديد تغرس في أفكار شبابنا ويصبح محبط ويصبح ميائس. هذا الشاب اللي يقرأ وش دار ومن بعد ما شح تصيب خدمة، إذن هنا رأيكم حطيتوا نفسكم في قوقعة من اليأس والفشل. لماذا لا نحاول؟ الحياة هي محاولات، اليوم هي انتكاسة فشل، بعدها رح يأتي النجاح المستمر والنجاح الدوري. الآن قلت بعدما أنهي الدراسة أنا أركز آدم على دراستي، أتحصل على أحسن المعدلات، بعدها أكيد رح تبحث عن العمل. ابحث عندما تكون أنت متوازن نفسياً، عندما تكون أنت إيجابي التفكير، عندما تكون أنت واضح أهداف تسعى لتحقيقها. مستحيل أنه الإنسان يتوقع شيء إيجابي حتى إذا ما تحصلش عليه على المدى القصير أو الآن، لكن يتحصل عليه على المدى الطويل والمتوسط. يعني كل الأمور تأتي حسب توقعاتنا، لا نتوقع السلبي، لأنه إذا توقعنا السلبي ماذا يحدث لنا؟ حتى تفكيرنا في الحلول لا نستطيع أن نفكر في الحلول، لا نستطيع أن نفكر في الآليات، بالعكس نقعد دائما أنا في تلك السلبية، أتوقع أني لا أنجح، أتوقع أني لا أجد العمل، أتوقع أني سأتلقى دائما عراقيل وعقبات. لكن إذا توقعت أنه يمكنني، إذن هذه يمكن سيكون بإذن الله، لأن توقعي إيجابي. الآن أنا أكون في فترة أو في توازن نفسي وفي استقرار نفسي، هذا الشيء اللي راح يخليني نعرف نوضع الآليات اللي تمكنني من تحقيق أهدافي. ولو وضعت آليات وهذه الآليات لم تتماشى مع الظرف أو مع الطموح، سأبحث عن آليات أخرى. لكن أني نقعد ونسمع للفشل ونتأثر بالفشل آدم، ونخمم أني نخلي دراستي وصلت لهذا يعني المستوى التعليمي بعد تضحيات جسم قمت بها بعد سنوات من الجد والكد، تفكر أنت أنك مجرد تم شحنك بطاقة سلبية رهيبة. من فضلكم شبابنا عليكم تفادي السلبية، لأن السلبية هي العائق الأكبر في تحقيق طموحاتكم. يعني عندما أتوقع السلبي بمرور الوقت تأتي كل السلبيات، لكن عندما أتوقع الإيجابي بمرور الوقت وبالتحدي وبالعزيمة وبوضع استراتيجية. اليوم وضعت استراتيجية، هذه الاستراتيجية لم تتناسب والظروف، سأغيرها إلى استراتيجية أخرى، لكن أنا لم أفشل. دائما تكون عوائق نفسية هي من أكبر يعني العوائق، وهي من أكبر المطبات اللي تخلي الإنسان ما يحققش طموحه في الحياة. عندما يكون هذا العائق اللي يقول أنا ما نقدرش، أنا ما نوصلش، واعر شي ما نش رايح ننجح، إذن هذه الأفكار السلبية راح تخليك يائس، وراح تكون هي السبب في أنك ما تسلكش طريق الصحيحة أو طريق النجاح اللي في الأخير يمكنك من تحقيق كل أهدافك آدم ليك ولكل الشباب. نصيحتي ليك آدم ولكل الشباب اللي راو يسمع فينا اليوم في فضائكم وفي حصتكم الاجتماعية رشيديني، أنه تفادوا من فضلكم السلبيين. يجب أن يكون تفكيركم موضوعي، يجب أن نكون منهجية التفكير، يجب أن نفكر دائما في الآليات والاستراتيجيات اللي تمكننا من تحقيق طموحاتنا بإذن الله. وفي نهاية هذا العدد من حصتكم الاجتماعية رشيديني، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل إلى أن يتجدد، ووعدنا بكم إن شاء الله في عدد لاحق.